كلام كبير يا شيخ، منشق على الشيخ عدنان. ليش؟ لأنه بيقعد على الكرسي وبالشارع عنده متفجرات، وعنده أسلحة، وعنده دبابات، وعنده طيارات. أيوة. وعنده صواريخ. أما الشيخ ما بيقعد إلا على الكرسي، قوموا حماة، قوموا درعة، اطلعوا حماة، اطلع من درعة، اطلع. ما عنده شيء. أما بالشارع بيحط المدفعية تروح نصرية. أما الشيخ بيقعد على الكرسي، يا قوموا اقتلوا، اذبحوا، اطلقوا، سلموه للأمن، أعطوهم فلوس، أعطوهم 100 ليرة. شو هذا؟ الرجال بيقعد بيروح بحارب بيحسب، ما بيروح بيقعد على الكرسي يقول يا مسلمون قوموا، إن سوريا تقتل، إنها تذبح، إنها تفجر. قوم أنت روح على سوريا وجاهز، مو تقعد على الكرسي. والله بالشر أحسن منك، بيقعد على ما بيقعد على الكرسي أحسن منك. بتقعد أنت هيك، قوموا كلوا يا بيقوم كمان احيانا وانتصروا. كيف بدهم ينتصروا انت قاعد على الكرسي؟ طلعوا وقوموا. شو انت كيف بدهم ينتصروا انت قاعد هيك على الكرسي؟ لا بيقوم احيانا يا جابر. ايه بيقوم. ايه بيقوم ويقعد. بيقوم بيروح على سوريا بيهد؟ لا بيقوم. لا لا. بيقوم بيحكي الشيخ ابو يمان قصده انه الشيخ هو قاعد على الكرسي بيقوم وبيوقف، صح ولا؟ ايه بيقوم بيبكي، بيحطوا له مقطع الناس عم يذبح، بيبكي بيقول اطلعوا، بيوقف. شو هذا؟